مرة البابا شنودة وشيخ الأزهر والسادات كانوا في رحلة على طيارة، وحصلت مشكلة في المحرك وكان لازم الحمولة تخف وواحد منهم لازم ينط من الطيارة. فقال الرئيس: أنا هسأل كل واحد منكم سؤال، واللي هيجاوب غلط هرميه من الطيارة. بدأ سؤاله بشيخ الأزهر وسأله: قل لي يا مولانا، إيه هي بلد المليون شهيد؟ قال له: الجزائر يا ريس. فبص السادات لشنودة وقال له: أنت بقى يا بونا قل لي أسماء المليون شهيد. هي هي نقطة بتوصف حالة سياسية كانت موجودة وعاشها الناس في وقت وجود الرئيس الراحل أنور السادات، وهي خناقته مع البابا. الحكاية بتاعت خناقته مع البابا شنودة بدأت لما رفض البابا زيارة الرئيس السادات لإسرائيل، وما كانش متصور أبداً السادات إن ممكن حد يقف قدام قراراته ويقول له وجهة نظر كمان. ده غير كمان زيارة السادات لأمريكا وتواجد مظاهرات كبيرة من أقباط المهجر هناك بيوصفوا حكمه إنه اضطهادي وضد المسيحيين في مصر، وده أضعف موقفه جداً وخلى حد من موكب الرئيس يكلم البابا عشان ينهي المظاهرات دي فوراً في وقتها. وقتها السادات حس إن البابا بيتحداه وقرر إنه يوقف دروسه الأسبوعية وعدم كمان زيارة المسؤولين للحفلات السنوية للأقباط في الكنائس. مش كده وبس، النكتة ما وقفتش لحد كده. المسيحيين اللي عاشوا الزمن ده بيقولوا النكتة دي بشكل مختلف، بيقولوا إن السادات سأل السؤال الأول: ما هي بلد المليون شهيد؟ للبابا شنودة مش لشيخ الأزهر. ولما البابا شنودة جاوب إجابة صحيحة وفشل شيخ الأزهر في إنه يعد أسامي المليون شهيد، رمى البابا شنودة من الطيارة برضو. فاست فان بسيري بس للرئيس بعد بقى أزمته وخلافه مع البابا شنودة في عز الأزمة عشان نعرف شخصية السادات. قال له: يا سيادة الرئيس عايزين نعيد. قال له: ما تعيدوا يا استفان، ايه المشكلة؟ قال له: عايزين الجراس تدق وتبقى المعنويات كويسة كده. قال له: ما تدق، ما جراش حاجة يا استفان. قال له: يا سيادة الرئيس عايزك تقابله وتصالحه، يعني تصطلحه يعني مع البابا، شوف لك حل. قال له: لا مش هقابله يا استفان. قال له: ده انت بتقابل بيجن، مش هتقابل البابا شنودة؟ قال له: بيجن بيطعن في الوجه، انما شنودة طعني من الخلف. اشتهر السادات كمان انه كان ما بيركزش خالص وقت خطبه العامة على الهواء، وكان بيفضل يبص في سقف القاعة ويمارس هوايته في التحليق في الاعالي، وبعدين يبدأ كلامه يدور على اي كلمة تنجده من اللي تاهت منه، وكان بيقع كتير في مواقف محرجة ومضحكة. مرة تاهت منه كلمة وفضل برضو يبص لفوق لحد ما قال في الندوة: أنا قلت للبابا عيب اللي بتعمله ده يا تلمساني. وهنا بقى فضلت دي نكتة بيتداولها الناس في الشغل والمدرسة والسوبر ماركت، زي مثلا واحد بيكلم واحد صاحبه باسم واحد تاني والناس تضحك لأنها فاهمة المعنى والمغزى. وقتها وزي ما قلنا هي دي النكتة بتاعت زمان ووقت وعصر معين، واللي كان بيليق زمان مش شرط ابدا انه يكون لايق لدلوقتي. المهم ان نكت المصريين فعلا بتضحك.